جيم اوف ثرونز وستار وورز وانترستيلر وغيرها كتير، كلها افلام ومسلسلات اتصورت في ايسلندا لانها البلد اللي بتتميز بالطبيعة النقية اللي بتحسسك انك في عالم تاني من الفانتازيا والخيال، وعشان كده كانت هي المكان الانسب لتصوير الاعمال دي. وايسلندا هي الوجهة السياحية الافضل لعشاق الطبيعة والمغامرة والاختلاف، هتلاقي فيها اجمل الشواطئ والجبال والانهار والشلالات، بالاضافة لينابيع المياه الساخنة والانهار الجليدية وحقول الجليد والمضايق والبراكين الناشطة. وايسلندا بتعتبر من اكتر المناطق في العالم من حيث مستوى النشاط البركاني، ولكنهم استخدموا النقطة دي لمصلحتهم عن طريق انهم يستخدموا الطاقة الحرارية في تدفئة المنازل. كل الحاجات دي والهواء النقي بيخلي ايسلندا تتميز باروع الظواهر والمناظر الطبيعية اللي لسه بيور. وطبعا من اهم الظواهر الطبيعية في ايسلندا هي ظاهرة الشفق القطبي اللي بيحصل فوق سطح الارض بسبب نقص سمك الغلاف الجوي، واللي بفعل الشحنات الالكترونية بيكون بيلمع كأنه اضواء فلوريسنت من الوان مختلفة. والظاهرة دي تقدر تشوفها من شهر سبتمبر الى شهر مارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد بنسافر مع اسامة. وفيديو النهاردة عن دولة ايسلندا، الدولة الاوروبية المميزة جدا وصاحبت اعلى نسبة في منح تأشيرات الشنجن للمتقدمين عليها، ولكن بالرغم من كده ما بنلاقيش انها وجهة سياحية شائعة بين الجنسيات العربية. فيا ترى ده ليه؟ وايه هي اجراءات الحصول على تأشيرة ايسلندا؟ وايه هي الجنسية العربية اللي ممكن تدخل ايسلندا بدون تأشيرة؟ ومعلومات كتيرة جدا عن ايسلندا والسياحة في ايسلندا. هو ده موضوع فيديو النهاردة، فلو اول مرة بتشوفنا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه على اول عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجاية، وخلينا نفيد ناس اكتر بالمعلومات دي عن طريق اللايك والشير.